fracture repair. When a bone is fractured, العظم من ينكسر, bone matrix is destroyed. Bone matrix راح تنهدم, راح تتحطم. تمام, يعني هو عظم انكسر, يعني أكيد راح تتحطم bone matrix, يعني المادة العظمية. والبون سيلز والخلايا العظمية اللي تكون قريبة عن الموقع من القريبة عن موقع الكسر راح تموت. يعني كل شيء قريب عن موقع الكسر راح يموت. البون سيلز تموت قريبة عن الكسر, كذلك البون ميتركس القريبة عن الكسر تموت. The damaged blood vessels, وكذلك أثناء ما يصير عندي كسر أكيد راح يكون عندي بداخل العظم راح يكون عندي شرايين وأوردة وهذه. فلان عدي هاي الشرايين, هاي الشرايين اكيد راح تتأذى او يعني تنقطع فيصير نزف عندنا. تمام, هذا النزف الدامج للبلاد فاسلز راح يسوي لي localized hemorrhage, راح يصير عدي النزيف موضعي على قد موضع الكسر. تمام, and form, هذا النزيف الدموي راح يسوي لي خثرة دموية, يسمونها بالمصطلح الانجليزي blood clot. Dark clot يعني دم مخثر, خثرة دموية. مصطلح اللاتيني هو هيماتوما. هذا الكسر بالعظم صار يتجه وانكسر, اجا هذه الشرايين هذه تكسرت يعني انقطعت, فصار عندنا هذه هامريج, هذا هو النزيف الدموي. هذا انكسر يجي جاء هاي الشريان انقطع, صار هذا النزيف الدموي اللي هو الهامريج. هذا الهامريج هذا النزيف الدموي سوى لي خثرة اللي اسمها هيماتوما أو blood clot. تمام, هذا المجيلوري كافري كنا انه هو اللي يقعد به الشرايين والنخاع العظم. هذا البرياستيوم وهذا الانداستيوم هنا أنا يصير. تمام, هذا الكمفاك بون هذا الأبيض, وهذا بالنص هو السبونجي بون. تمام, أوكي هسا أنا عدي صار عدي خلايا ميتة وصار عدي دم, يعني خرب هذا الدم اللي هو الهامرج نزيف. النزيف سوى لي بلاد كلات, سوى لي خثرة دموية, وعدي شو يسمونه البون ماتريكس تحطمت, البون سيلز القريبة عن الفراكشر ماتت. من راح يتخلص من الخلايا هذه العظمية الماتت؟ الدامج أو الدسترويد, الضرر صار بالبون ماتريكس, اللوكلايزد هامريج, البلاد كلات. من راح يتخلص من يمها؟ هيتخلص من يمها macrophages اللي هي نفسها الاستيوكلاست, نفسها اسيوكلاست او الماكروفاجس بالعظم يسمونها اسيوكلاست, عبارة عن خلايا بها هواية انوية. اوكي, the repair, اثناء الريبير مال الكسر يعني اصلاح الكسر, the blood clot الخثرة الدموية الخلايا العظمية المدمرة, and damaged bone matrix والbone matrix المتضررة, are removed راح يتم إزالتها بواسطة macrophages. macrophages تيجي تاكل الخثرة الدموية والخلايا الميتة والمدري منو هذين الأشياء. The periosteum and the endosteum around the fracture show intense proliferation producing a tissue that surrounds the fracture falls the gap between the two bone pieces. هذا الكسر دش, هذه بيس وهذه بيس, يعني قطعة مع الكسر هذه وهذا قطعة مع الكسر. هذا البرياستيوم, هذا البرياستيوم, هذا الانداستيوم. برياستيوم والانداستيوم راح يصير بيها intense proliferation, راح يصير بيها تكاثر أو تزايد, أو يعني البرياستيوم والإنداستيوم راح تزايد وتتكاثر بشكل كلش كبير, انتنس يعني كثيف جدا. تمام, راح يعني عمله راح يصير 2x. تمام, فش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي نسيج. هذا النسيج هنا أنا راح يحل, يكون بين التو بيسز, سهذي بيس قطعة مكسورة
وهذه القطعة المكسورة الثانية حيملي المسافات بين البيسس. هاي البيس الأولى هنا كل ترى راح تلتحم هاي البيس بواسطة نسيج يتكون من البرياسيوم والإنداسيوم. هذا البيس الثانية همينة راح تلتحم بواسطة نسيج، تمام؟ هاي التحمت وهاي التحمت، والفراغ اللي بيناتهم أو الفجوة اللي بيناتهم همينة راح يصير بها نفس النسيج، تمام؟ بواسطة الإنداسيوم والبرياسيوم. هذا tissue that surrounds the fracture حيحوط الكسر. هذا هنا أنا راح يتكون نسيج يحوط الكسر، وهنا نسيج يحوط الكسر ويملي الفجوة اللي بيناتهم. هذا النسيج يسمونه primary bone اللي هو هذا. هذا هسه هو الكسر، هاي البيس وهاي البيس الثانية. هذا هو البرايمري بون اللي يتكون بواسطة منه البرياستيوم والإنداستيوم من خلال التكاثر مالتهم أو التزايد البروليفريشن، الإنتاج مالتهم جدا كثيف صار. بروليفريشن يعني تزايد، تكاثر، توالد، تمام؟ أوكي. برايمري بون is then formed. يقول بعدين هسه يعني صار عندنا برايمري بون اللي هو primary bone. صدق صار عندنا primary bone by endochondral and intramembrane ossification. خلال fracture ده نصلح نسوي repair للfracture، يصير عندي endochondral ويصير عندي intramembrane ossification. بعدين the irregularly formed trabeculae of the primary bone temporarily unite the extremities of the fractured bone forming a bone callus. بعدين هذه اكو راح تتكون عندي trabeculae. primary bone يتحول الى secondary، secondary راح يسوي لي trabeculae، تمام؟ trabeculae هذه trabeculae اللي هي هذه الاجزاء، هذا الجزء هي هذه يعني هذه الاجزاء. هاي الترباكيولاي تكون عبارة عن يعني شكلها يكون غير منتظم. irregularly formed trabeculae of primary bone بشكل مؤقت. راح شو تسوي هاي الترباكيولاي؟ راح تدمج الاكستريميتيز الاطراف مال الكسر مال العظم المكسور. unite يعني تلحم او تدمج الاطراف مال العظم المكسور. راح تسوي لي شيء يسمونه bone callus. هذا عندي هنا أنا trabeculae، هذه هي trabeculae هنا أنا يعني من جمعة، وهنا أنا عندي trabeculae اللي هي ذن مسويات الشون التجاويف، تمام؟ هاي trabeculae اللي تكون غير منتظمة الشكل مخربطة حتلحم هاي هذا الطرف مع هذا الطرف، يعني تربطه وهذا الطرف بهذا الطرف. لما تلحمها هاي الترباكيولاي تلحم الأطراف مال العظم المكسور راح يتحول اسمها إلى كالس، تمام؟ اسمها كالس يعني ما لها ترجمة، مجرد كالس. ترباكيولاي لحمة الأطراف هذني سموها كالس، أوكي؟ يعني هسه هذا كالس وهذا كالس. The primary bone tissue of the callus is gradually resorbed and replaced by secondary tissue. The primary bone tissue مال الكالس راح يتحول إلى secondary tissue. تمام؟ راح يتحول إلى secondary tissue. وهذا secondary tissue راح يصير له remodeling يعني تعديلات of the bone and restoring its original structure. هذا secondary tissue حصل عليها تعديلات، وش راح يسوي هذا secondary tissue؟ راح يعيد تخزين التركيب الأصلي مال العظم. يعني شنو المعادن مال العظم، شنو نتاج العظم، حيجي هو يسوي هذا secondary bone tissue restoring، يعني عادة تخزين
التركيب الأصلي مال النسيج، ملاحظة جدا مهمة. بخلاف كل الأنسجة الضامة، النسيج العظمي هيلز، يتشافى بدون تكوين ندب، سكار. سكار يعني ندبة. هاي السكار كل الأنسجة الضامة ما عدا نسيج العظم، لما يصير بها أذى أو هاي راح تيجي يبين الأثر مال الأذى، هيك تقدرون تشوفها بالجوجل السكار. تمام. Metabolic raw of bone tissue. هسا الدور الأيضي مال البون. Okay. The skeleton contains 99% of the total calcium of the body. السكيلتون يعني الجهاز العظمي راح يحتوي على 99% من يعني الكالسيوم الكلي مال الجسم. فالعظام راح نقول عليها reservoir of calcium، مخازن الكالسيوم. And phosphate ions، كالسيوم وفوسفيت ايونز، كالسيوم رمزه، فوسفيت ايون رمزه. بلاد كالسيوم level is quite stable، مستوى الكالسيوم بالدم راح يكون مستقر. تمام. ليش مستقر؟ because of a continuous interchange between blood calcium and bone calcium، لأن راح يصير تبادل بين الكالسيوم اللي موجود بالعظم مع الكالسيوم اللي موجود بالدم. تمام. إذا زاد هذا ينقص، راح يتعاونون ويوصلون إلى حالة مستقرة. تمام. وهكذا interchange continuous، يعني interchange continuous إلى مدى الحياة، هاي راح تبقى تظل مستمرة. هي نفسها ترى remodeling. تمام. Bone calcium is mobilized، الكالسيوم اللي موجود بالعظم راح يروح للدم. شلون؟ عندنا طريقتين، اكو ميكانيكات اثنين. The first is simple transfer of ions، النقل البسيط للايونات. From bone crystals to interstitial fluid، اكو سائل بين الخلايا يسمونه interstitial fluid، يسمونه سائل بين الخلايا. وهذا البون كريستالز عبارة عن مركبات موجودة بالعظم، واللي يمكن الهيدروكسي أبيدايد، المهم مركبات بالعظم تكون شكل كريستالي فيسموها بون كريستالز. الأيونات اللي هي أيونات الكالسيوم راح تنتقل بواسطة عملية النقل البسيط من البون كريستالز للإنترستيشال فلويد، للسائل بين الخلايا، ومن السائل بين الخلايا تنتقل للدم. تمام. From which calcium passes into the blood. طريقة ثانية راح تعتمد على الهرمونز. Parathyroid hormone، هذا الهرمون الأول هو راح يحفز عملية نقل الكالسيوم المن للدم. عندنا الهرمون الثاني اسمه calcitonin، هذا الكالسيتونين هو راح يوقف العملية مع نقل الكالسيوم إلى الدم. Parathyroid hormone promotes osteoclastic resorption، البارathyroid hormone راح يحفز osteoclasts اللي هي الخلايا اللي يعني تبدي تكسر البوني ماتريكس، المادة العظمية تبدي تكسرها، فراح يتحرر منه، يتحرر الكالسيوم، تبدي يعني يصير بها تآكل، تتكسر، من تتكسر ينتج عنها تحرر للكالسيوم. With the consequent، وبالنتيجة liberation of calcium، هذا اللي يبدأ بالعملية اللي يسوي يحفز الاستيوكلاستيك ريزوربشن، يعني يخلي الخلايا الاستيوكلاستس البلاعم الكبيرة اللي موجودة بالعظم تسوي ريزوربشن أو تآكل للبون ماتريكس. بيا فعل بيا هرمون، فعل يا هرمون parathyroid هرمون. أكو غدة يسمونها parathyroid تكون موجودة خلف الغدة الدرقية، تفرز هرمون يسمونه parathyroid هرمون، هو اللي يبدأ بهاي العملية. منو يوقف هذه العملية لمن يوصلون لحالة استقرار؟ هرمون ينفرز هالمرة من الغدة الدرقية اللي هي thyroid gland، يسمونه calcitonin. From the thyroid gland inhibits osteoclastic matrix resorption، راح يوقف ال هيخلي البلاعم الكبيرة أو الاستيوكلاست توقف عن عملها بعد ما استوى resorption للبوني matrix. فبالتالي reducing calcium liberation، راح تقلل من الكالسيوم المتحرر، يعني بعد ما تكسر، أكيد من بعد ما تكسر
توقفت عن عملها فبعد ما راح يتحرر كالسيوم. From the bone. Clinical knots عندنا. Nutritional deficiencies and bone remodeling. Bone remodeling هي همين هاي مال زيادة الكالسيوم نقصان الكالسيوم وهكذا. Nutritional deficiencies النقصات بالتغذية especially during growth وبشكل خاص أثناء النمو. Bone is sensitive to nutritional factors العظم راح يكون جدا حساس لعوامل التغذية. Calcium deficiency نقص بالكالسيوم which leads to incomplete calcification راح تسوي عملية حيصير الكالسيوم اللي بالعظم بعد ما كامل يعني راح يكون incomplete غير كامل لأن نقص فيكون غير كامل. All the organic bone matrix للمادة مال العظم اللي هي تصنف على أنها عضوية. هذا النقص مال الكالسيوم يكون راجع السبب المن can be due either to يعني يمكن أن يكون السبب راجع إلى lack of a calcium in the diet نقصان بالكالسيوم اللي موجود بالدايت بالنظام الغذائي بالغذاء الكالسيوم راح يكون اصلا ما موجود او ناقص تمام. او السبب الثاني اكو فشل بانتاج مادة يسمونها steroid prehormone vitamin D. steroid هو هرمون هو هرمون الستيرويد هرمونات الستيرويد. فيتامين دي هذا راح يكون هو prehormone يعني شنو prehormone يعني بعدين راح يتحول إلى هرمون يعني بعده هو ما صاير هرمون ولكن بعد فترة زمنية يتحول إلى هرمون يا هرمون بالضبط يتحول اللي هو الستيرويد فيسمونه ستيرويد prehormone vitamin D وكما وقع تقول إنه هو ليس فيتامين يعني فلذلك أنا بحثت عليها قال إنه الفيتامين دي بعدين يتحول إلى ستيرويد هرمون فالتسمية الأصح إلى ستيرويد prehormone vitamin D يعني الفيتامين دي اللي يعني بعد فترة زمنية يتحول إلى ستيرويد. برا يعني قبل هرمون يعني هرمون يعني قبل الهرمون يعني بعد ما صاير هرمون which is important for the absorption هذا الستيرويد prehormone vitamin D راح يكون مهم بامتصاص أيونات الكالسيوم والفوسفيت وين الامتصاص يصير بالسمول انتستين ليش لأن بها زغابات الفيلاي يعني هذا الستيرويد prehormone vitamin D يكون موجود بالسمول انتستين يمتص الكالسيوم والفوسفيت. Calcium deficiency in children النقص مال الكالسيوم بالأطفال يسبب لي ريكتس كساح بينما بالبالغين يسبب لنا ليونة العظام آسيا ماليشيا. هسا الكساح هو عبارة عن مرض هذا المرض البون ماتريكس راح تكون does not calcify normally ما راح تتكلس بالشكل الطبيعي and the epiphyseal plate راح تتشوه becomes distorted by the normal strains of the body weight and muscular activity. What شلون راح تتشوه هاي epiphyseal plate اللوحة الغضروفية؟ هو ليش يسمونه epiphyseal؟ لأن موجودة بالepiphysis. المهم راح تتشوه by normal strains of the body. strain هو الضغط مال وزن الجسم. وزن مال الجسم راح يضغط على epiphyseal plate فيسمونه strains of the body weight. تمام؟ يعني وزن الجسم راح يكون قاعد على هاي الابيفيسيال بلايت يضغط عليها فهي تتشوه راح يتغير شكلها تمام. وبواسطة الماسكولر اكتيفيتي ماسكولر اكتيفيتي يعني النشاط العضلي نشاط عضلي يعني الخلايا يعني الحركة مال الخلايا تكون متشلبة بالعظم فراح تحرك العظم وتأثر عليها. Ossification processes عملية تكوين العظام at this level are consequently hindered لما يصير عندنا this level يقصد لما يكون عندنا ricketts كساح راح الـ ossification processes عملية الـ ossification سواء intramembranous أو endochondral and gut processes راح تتوقف hindered يعني تتوقف. And the bones not only grow more slowly but also become deformed يقول والعظام مو بس راح تنمو بشكل بطيء جدا ك
كذلك انه راح يتغير شكلها. هي الركتس تصير هيجي عظام طفل تكون مقوسة بسبب هذا الكساح. هسه بالأدلتس البالغين اذا صار عندي نقص بالكالسيوم الشطيني ليونة العظام osteomalacia softness يعني ليونة نعومة ليونة. هذا osteomalacia which is characterized by هيتميز بواسطة deficient calcification of recently formed bone. هيكون عندي عظم متكون يعني ما صار له هواي هيسأل deficient calcification يعني عملية تكوين الكالسيوم ما راح تكون كافية هتكون ناقصة. ما العظم بالبالغ قبل شوية تكون يعني ما صار له هواي من متكون تمام ما صار له هواي من متكون recently يعني مؤخرا حديثا ما صار هواي من صاير هذا العظم. ليش هسه عندنا بالأدلت عظام بعدها ما صايرة؟ اي نعم الزايفويد بروسس احدها مثلا اي. and الميزة الثانية parietal decalcification راح يكون عندي عظم نعمة العظم كامل البوني ميتركس راح تكون متكلسة وصلبة وكاملة تماما جيد جدا يعني راح يصير parietal decalcification يعني راح يبدي من هاي البوني ميتركس مثلا هذه البوني ميتركس هاي المحيط مالتها وهذا المحيط راح يصير شنو راح parietal decalcification parietal يعني جانبي محيطي من المحيط مالتها من المحيط راح شي يصير decalcification يعني راح نزيل الكالسيوم نزيل الكالسيوم نزيل الكالسيوم نزيل الكالسيوم تمام ما العظم متكون سابقا. هسه osteomalacia should not be confused with osteoporosis لازم نفرق بين osteomalacia والosteoporosis. In osteomalacia, there is a decrease in the amount of the calcium per unit of the bone matrix. قال إن osteomalacia راح يصير نقصان نقصان بالكالسيوم. تمام؟ Per unit of bone matrix. الكل وحدة من البون matrix من المادة العظمية. كل وحدة خلينا نقول كل منطقة من المادة العظمية راح الكالسيوم يقل. كمية الكالسيوم تكون قليلة. ليس بالكمية المطلوبة فيصير عندي osteomalacia اللي هو ليونة العظام. osteoporosis هاي هشاشة العظام هشاشة العظام تختلف عن ليونة العظام. يقول osteoporosis frequently found in the immobilized patients and in postmenopausal women راح يكون هذا الاسيبروسيس هشاشة العظام غالبا جدا جدا كثيرا في كثير من الأحيان راح تكون موجودة بال يعني المرضى اللي ما يقدرون يتحركون يعني اللي عندهم مرض عظمي الاسيبروسيس راح يكونون ما يقدرون يتحركون immobilized ما يقدرون يتحركون تمام إذا ما يقدر يتحرك رأسا osteoporosis هاي الحالة الأولى. كذلك يكون جدا يعني شائع بال postmenopausal women يعني النساء اللي يكونن بعد سن اليأس. as a past يعني بعد menopausal يعني سن اليأس تقريبا فوق 50 سنة. الاستيوبروسيس راح يعرفها is an imbalance هو عدم توازن بالسكالتل turnover عدم توازن بالتغيرات اللي على العظم السرية نفسها remodeling مرادف إلها كلمة turnover. So the bone resorption exceeds bone formation بالاستيوبروسيس البون resorption تأكل العظم راح يسبق تكوين العظم هاي تآكل العظم يسبق تكوين العظم هاي osteoporosis بينما osteomalacia نقصان بالكالسيوم وهكذا. وين نقصان بالكالسيوم؟ بالبالغين مو بالأطفال. إذا أطفال rickets